عجل مرسي الهيمنة فعجل معها نهاية مشروعه، لم تغني عنه تسريبات الصحف عن استعجاله الإعلان الدستوري. تسريبات عززت اليقين بصوابية ما غضب الشعب لأجله، فخرج يشطب عاما من الرعونة عكرت 7000 عام من المدنية. كسر انتصار عبد الناصر بحرب السويس عام 56 هيبة دول عظمى. أممت القناة وانجلى المشهد الدولي عن قطبين، ورث أحدهما التركة الاستعمارية بما في ذلك العلاقات التي خلفها الاستعمار مع عملائه. في سنة 54 كنا بنتفاوض مع الإنجليز عشان الجلاء، وفي نفس الوقت كان الإخوان المسلمين يعقدوا اجتماعات سرية مع أعضاء السفارة البريطانية. وضعت الولايات المتحدة يدها على التيارات الدينية التي أنشأتها بريطانيا في المنطقة العربية، فدعمت آل سعود وشجعت الإخوان المسلمين في نزاعهم مع عبد الناصر. دي دعوة الإخوان المسلمين، كلام كله تضليل وكلام كله تجارة بالدين. تكفلت التيارات القومية والتقدمية الناهضة في المنطقة آنذاك بتغييب التنظيم العالمي للإخوان المسلمين عن الساحة السياسية والاجتماعية، وساهم خطاب التنظيم العصابي الأرعن بعزله تماما عن الشارع الذي كان يتلمس تحديات التنمية ما بعد الاستقلال. غير أن بريطانيا وإن أنشأت التنظيم فإن الولايات المتحدة هي من صنعت له ربيعا دمويا وضعه على رأس السلطة في المنطقة دون أن يكون له أي طرح سياسي أو رؤية اقتصادية للبلدان التي يحكمها في تركيا ومصر وليبيا، غير الارتهان والخضوع للرجل الأبيض سياسيا ثم الخصخصة وبيع أصول الدولة وقطاعها العام كما فعل أردوغان عقب وصوله إلى الحكم في تركيا. الدولة التي تجاوزت ديونها 300 مليار دولار في ممارسات يغلب عليها الطابع الانتقامي من أتاتورك ورؤيته العلمانية، الأمر الذي غضب لأجله هؤلاء ودفع بهم إلى الساحات في وجه الإخوان بنسختهم التركية. أما في مصر فيكفي أن نرى شخصا كمحمد مرسي على رأس السلطة حتى ندرك عمق الأزمة التي جاءت بهؤلاء إلى الحكم. تتحدث إثيوبيا عن بناء سد عملاق على النيل، وهي الخطوة التي تمثل خطرا وجوديا على الأمن القومي المصري، فيسكت محمد مرسي عن التهديد المبطن الذي جرى على لسان الأحباش، ثم يبادر إلى خطوة لا تقل حماقة عن إغفاله التهديد الإثيوبي فيقطع العلاقات مع سوريا، الأمر الذي يعيدنا إلى أولويات الحركة التي حدثنا عنها عبد الناصر. المرشد لحزب الإخوان المسلمين في هذا الوقت أيام ما كنا بنحارب في القنال سئل إيه موقفكم بالحرب في القنال؟ قال إحنا والله دعوة واسعة، أنتوا هنا في مصر قد تكون مصلحتكم أنكم تحاربوا في القنال، وإحنا نرى أن المصلحة أن نحارب في بلد آخر. وهو الأمر الذي دفع بهذه الجموع إلى ساحات مصر بعد أن رأت العصابة التي سرقت الحكم في غفلة من التاريخ وهي تمزق دولتهم الوطنية وتنقلب على إنجازاتها التاريخية. أما في ليبيا فهذا هو شكل الدولة الديمقراطية التي بشر بها الإخوان. أوصل الأمريكي الإخوان المسلمين إلى الحكم في تركيا وتونس ومصر وليبيا وغيرها قبل أن يصطدم المشروع الأمريكي الكبير بالصخرة السورية، الصخرة التي أنهت أو تكاد عصر القطب الواحد معلنة من دمشق قيام عصر جديد. وفي